نمر ونروح للحاله اللي بعد كده نشوف زي ما قلت هو هنا اتاح الفرصه بالنسبه للاعب. وهنا نشوف القدم هنا في مستوى الوجه، والوجه طبعا منطقه مش محميه، وبالتالي انا شايف ان هنا في بطاقه صفر. يلا يدخل بقى على دي شريف. يا نهار ابيض، ما فيهاش حاجه خالص. شريف يوقفها. هنشوف هذه الحاله ايضا، هذه الحاله من الحالات لما تطلع فوق عايز اشوفها المهمه جدا جدا يا كابتن. نركز هو حسبها دايركت. ها نركز. لا هو حسب ان في مخالفه الدفاع. لكن ما رجعش للفار. ها لان دخل الجول ما لمسهاش والله. ايه بص اهو شريف على طول. هرجع بس واحده هرجع يا كابتن بس من الزاويه اللي احنا قلنا عليها بعد اذنك. بص يا كابتن شريف، بص هنرجع. بص ايد شريف الاول. بص ستوب. ماشي نمشي ستوب. بس كابتن هنا لاعب بيراميدز المدافع هو مش شايف اللي جاي، بس ده معترض بوالي. بس انا كلاعب ذكي جدا جدا جدا. ذكي هو اعمل سامع على فكره ذكي جدا. هتقول لي هو وقف مكانه، هقول لك يقف، بس فرق ان انا اقف في مكاني ولما اشوف المهاجم جاي وارجع سنه او انا احاول اعطل صح. المهاجم دي بص كمان كتفه يا كابتن دي في البدايه. هنا بنشوف هنا في تعطيل للمهاجم. المهاجم بيطلع يعمل تكوف كابتن اسامه عالي. سنه وقوف المدافع للتعطيل ذكي جدا جدا جدا. خلي بالك وانا بطلع في الهواء اي لمسه للمهاجم تغير اتجاهه. طب ده حقيقي. حضراتكم كلكم لعبتوا كوره وعارفين. هنا هنشوف اول حاجه، هنا على الرغم ان في تعطيل هنمشي. هنمشي تاني ونشوف. هنشوف يا كابتن. ها ستوب. كابتن بنتكلم على بص والله حارس المرمى. طبعا. عشان بس ندي مفهوم للناس. احنا قلنا حارس المرمى البعض يقول يا كابتن اسامه ان حارس المرمى ليه حمايه خاصه وليه حاجات كده، يعني كلام كتير بيتقال في منطقه الست يارده. بنقول الكلام دوت في حاله واحده بس، عندما يكون ممسك بالكره. مزبوط. لا يجوز كتفه ولا 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 كلام ده. ولكن عندما يكون هناك تنافس على الكره، تنافس على الكره، ومش عايز اروح لالعاب ثانيه النادي الاهلي. شفت انا شايف ان هنا في تنافس على الكره بدليل ان هنا نمشي بقى، نمشي باللعبه شويه. شفت هنا الكره وقعت والله. بص يا كابتن، وهنا حتى هنا يمكن شريف حتى لما وقعت الكره حاول ان هو يلعب الكره، اذن الدفع دوت كمان ما اثرش على قدره اللاعب ان هو يلعب الكره. شايف حالات قد نتفق وقد نختلف، ولكن هنا همشي مع الحكم في لعبه العب قبل كده حصلت قبل كده للنادي الاهلي، اتحسبت فاول على النادي الاهلي وهدف تم الغائه. ايمن اشرف انت معايا يا كابتن؟ صح تم الغائه. طيب اوكي، هل هذه اللعبه دي زي دي؟ صعبه جدا جدا جدا. انا شايف ان هنا في تنافس على الكره كويس، وهنا مفيش القفز ولا الدفع ولا 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 كويس. ولا اي حاجه من الحاجات دي كده. فين دور الفار هنا؟ بالظبط كده. احنا قلنا كابتن هل الكابتن جهاد صفر بعد الكره ما دخلت ولا صفر الكره في الهواء؟ ده ممتاز جدا يا كابتن. احنا بنقول، انت قلت حاجه مهمه جدا، في حاله الهجوم او بناء الهجوم او يكون في هجمه لابد انك انت لو مساعد بتعمل دليل القرار، لو حكم بتعمل دليل القرار لحين انتهاء الهجمه. كويس. انما لو كان الحكم صفر يا كابتن اسامه تاني معلش قبل الكره ما تيجي جون، هو كده قتل اللعبه. بالظبط، هو ما صفرش. والفار ما دخلش. لا هو صفر بعديها. هو صفر بعديها. والفار ما دخلش. وانا شايف ان هنا انا من وجهه نظري هنا هدف كان يجب احتسابه للنادي الاهلي. شايف ان هنا الالتحام والمنافسه منافسه عادله. ده بيكافئ اللعيبه بين المهاجم.